السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Abrar Mutlaq from General Directorate of Infection Prevention and Control. I will talk about the infection control in laboratory. إن شاء الله محاضرتنا هذه راح تكون تشرح لنا الممارسات والمعايير الصحيحة التي لابد من اتباعها داخل المختبر. Our outline in this lecture. Introduction, infection prevention team member, principle of laboratory testing, biosafety levels, requirements regarding the design, work practice, safety equipment and laboratory facility, and the last topic we'll talk about the laboratory equipment. لو نتكلم بشكل عام عن المختبر نقول إن laboratories are especially unique work environmental that present in identifiable infectious disease risk to person or near them. وأيضا نقول إن relation infection to infection control laboratory represents an integral part of infection prevention program. ونعتبر إنها المختبرات دائما بيئة عمل خاصة وفريدة من نوعها. يمكن حدوث الإصابات داخل المختبرات، ولكن عند التعامل السليم أو اتباع الرولز الأساسية أو الستاندر الأساسية داخل المختبر راح تقي إن شاء الله من هذه المخاطر. تمثل المختبرات أيضا جزء لا يتجزأ من برنامج الوقاية من العدوى. نتكلم أيضا على Infection Prevention Team Member ونقول إنهم الممارسين الصحيين أو العاملين الصحيين يتعرضون دائما للإصابة بمواد حادة ملوثة بالـ Bloodborne Pathogen مثل Hepatitis B مثل HIV. أيضا يتعرضون للسبلاشز to eyes or mouth. يتعرضون للجسم الغير سليم أو المصاب عند تعرضه مثلا للبلاد والبودي فلويد الملوثة أو اللي تكون فيها أورغانيزم. أيضا هنا حالة خاصة وفقط تكون في اللاب اللي هي تعامل الممارسين الصحيين مباشرة مع الأورغانيزم، وبذلك قد يكونون يصابون بهذا الأورغانيزم. لذلك consider all يعني لازم نعطي تنويه بأنهم لابد أن يتعاملون مع جميع العينات بأنها infected. لذلك لابد من adhere to the infection control precaution to minimize the risk. وفي الأخير نقدر نقول هنا في آخر نقطة إن اللاب يعتبر كمنبه. منبه لإيش؟ إن عند ارتفاع مثلاً حالات الإصابة بأنواع معينة من الأورغانيزم، فهو المكان الأساسي اللي راح يبدأ وينبه يقول عندي حالات بداية ارتفاع. لذلك اللاب يعتبر help to detect and identify organism so the infection control team can monitor, prevent and control infection transmission. نتكلم هنا عن principle of laboratory testing. During the 1970s, in the effort of the reduce the risks of laboratory associated infection, تقدم هنا علماء وقالوا يلا نبدأ نقسم عندنا الايجنت اللي هو العامل المسبب إلى كاتيجوري. الكاتيجوري هذه based on age. واحد، نبدأ في المود of transmission اللي هي طريقة انتقال هذا العامل المسبب للايجنت. اثنين، إلى التايب، إلى نوعها ومدى خطورتها. ثلاثة، إلى الأفابيليتي أوف تريتمنت، هل يوجد مضادات حيوية تقاوم هذا العامل أو لا. كمان قسموا على إيش؟ على الأفابيليتي أوف بريفنشن ميجر، إذا في فاكسين لهذا العامل أو عدم وجوده. فهذه الأربع العوامل أو اللي استندوا عليها على أساسها بدأوا تقسيم الليفل اللي هي بايوسيفتي ليفل. فالـ BMBL اللي هي Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratory قدمت guideline. هذا الـ guideline أثبتت فيه إن في levels على أساس الكاتيجوري اللي قسموها. قسموا من level 1, 2, 3, 4.
هنا نبدأ نتكلم عن البايو سيفتي ليفل. البايو سيفتي ليفل تم تقسيمها على أساس agents، الagents اللي نتعامل معها. طيب determined by combination of laboratory practice, laboratory technique, safety equipment and laboratory facility. فعلى أساس الagent هذا حددوا لهم الممارسات الصحيحة، خلاص حددوا لهم التقنيات والمعدات والفاسيليتي المناسبة لهذا الagent. طيب نجي زي ما قلنا احنا تم تقسيمها من ليفل 1 الى ليفل 4. ليفل 1 يعتبر الليست ستريكت، والفور هو الستريكتست. نبدا الان مع بايو سيفتي ليفل 1. defines the conditions suitable for work involved a characterized microorganism not known to cause disease. يعني هذا الاورجانيزم غير معروف انه أو هذا العامل غير معروف إنه مسبب للأمراض. Biosafety Level 2 is similar to Biosafety Level 1 and is suitable for work involved agent of moderate potential hazard to personal and the environmental. هنا يعني إنها متشابهة مع Biosafety Level 1 خلاص، ولكن هذه يمكن معتدلة شوية، يعني ما هو غير مسبب المرض ولكنها معتدلة في الإصابة في المرض. Biosafety Level 3 is applicable to clinic, diagnostic, teaching, research or production facility. خلاص إذا هي تطبق على المرافق مثلا التعليمية، البحثية، الإنتاجية. خلاص عند التعامل مع الإيجنت may cause serious، عند التعامل مع هذا الإيجنت قد يسبب هذا إلى الوفاة، خلاص potential إن يتوفى الشخص هذا إثر إيش أو as a result of exposure by the inhalation route، نتيجة لتعرضه إلى استنشاق عن طريق الاستنشاق. Biosafety Level 4 are the most sophisticated of laboratory are required for work with the dangerous agents. هنا نحتاج إلى مختبرات متطورة أكثر تطور عند التعامل مع هذا الأورجانيزم العامل المسبب الصعب. ليش صعب؟ لأن فيه عوامل مسببة تنتقل عن طريق الهباء المنثور اللي هو الأريزول ترانسميشن، وهنا كل ما كان يعني عن طريق الهباء كان تحكمنا وسيطرتنا عليه أصعب. فلذلك إحنا نحتاج إلى مختبرات يكون متطورة جدا، أجهزة متطورة، ممارسين صحيين عندهم كفاءة عالية في التعامل مع هذا الأورجانيزم. مثل إيش الأورجانيزم هذا؟ مثل الإيبولا فيروس، فنحتاج إلى معمل خاص بها. The table show us all the levels and they give us like a brief of description, sample والباثوجين تايب and if autoclaved requirement or not requirement. هنا راح يوضح لنا الليفل الأول والثاني والثالث، وراح يوضح لنا أن الليفل الأول مثال عليه مثلا الإيكولاي، الليفل الثاني اللي هو إنفلونزا والإتش آي في، وهي يعني الإنفلونزا والإيكولاي ما هي مسببات قاتلة ولا صح راح تسبب إنفكشن ولكن ما هي قاتلة. كمان عندنا هنا ليفل 3 اللي هو التوبركلوسيس، والليفل 4 شوفوا الإيبولا فيروس. الريكوايرمنت لل اذا اوتكليف ريكوايرمنت، فعندنا ليفل الاول والثاني يعني غير متطلب ان احنا نعدمها او نتخلص من الاطباق هذه او الاستوكات هذه عن طريق الاوتكليف، ولكن ليفل 3 و 4 يتطلب ذلك. We will move to another point. It's infection control requirements regarding the design and finishing of a clinical lab. في الأول راح نقول إن laboratory should be located away from public area، يكون بعيدة عن الأماكن العامة. المنطقة الأولى اللي راح نتكلم فيها entry area. The laboratory doors should be self-closed and be locked. يعني إنها لابد أن يعني نحاول أن يكون الأبواب الدخول والخروج تكون إلكترونية، أيضا إنها مغلقة ويسمح فقط للمصرح لهم أو العاملين داخل اللاب من الدخول والخروج.
النقطة الثانية اللي هي إن البوستر البايو هازاردز سامبل must be posted at the entrance of the laboratory ولابد أن نضعها على الأبواب أو كأنها بوستر مستقل الحالة عشان نعطي خبر للزوار أو للعاملين إن هنا في منطقة خطر وإن هذا هو اللاب. Another area specimen collection station should be outside the laboratory work area and must have washing facility, a hand washing facility and a proper PPE. نتكلم الآن عن الـ Air Control ونقول إن الـ Lab Window are not recommended. هذه أول نقطة. ثاني نقطة إن الـ Lab should consider mechanical ventilation system. والميكانيكال ventilation system تكون تدفق الهواء إلى داخل المختبر دون إعادة تدويره. ثالث نقطة عندنا اللي هي vacuum lines should be protected with the HEPA filters والفلترز هذه must be replaced as needed or as the manufacturers اللي هي نعتمدها اللي هي الـ vacuum lines اللي هي خطوط التفريغ الهواء تكون خارج المختبر ولا بد من تغييرها من فترة لفترة حسب المانيفاكتشر والاستخدام المصرح فيه. طيب هنا ننتقل إلى الـ hand washing station must be provided where staff لما يكونوا staff يتعاملون مع مثلا العينات مع test reagent or body product. كمان أن each work area contain detected sink. كل منطقة في المعمل في المختبر لابد أن نخصص له sink مخصصة لها وتكون هذه easy accessible يعني سهلة الوصول لها. أيضا السينك هذه تكون على مواصفات مثل المواصفات أنها تكون hand free ولا تكون تعمل تلقائيا. وكمان لابد من تخصيص سينك خاصة located near the exit door عشان لما يخلصون التعامل مع العينات يستطيعون غسيل اليد وبعدها يخرجون خارج المعمل. كمان أيضا لابد أن نميز بين نوعين من السينك موجود في المختبر اللي هي السينك اللي نتخلص من البادي فلويد فيها والكيميكالز والسينك اللي إحنا نستخدمها للواشينج هاند. فالسينك اللي نتخلص منها ديسبوزبل للبادي فلويد والكيميكال تكون عندها بوست مخصصة فقط التخلص من الفضلات السائلة والكيميكال. We divide the standard for practice and special practice safety equipment with lab facility. هنا راح نتكلم عن الـ practice ونقول إن the supervisor must ensure the staff receives adequate training regarding the necessary precaution to prevent exposure. هنا نقول إن من مهام المشرف يعني أحد المهام إن يتأكد إن حصول جميع الموظفين داخل اللاب أو الممارسين الصحيين على التدريب الكافي فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة لمنع التعرض للأخطار. كمان الممارسين الصحيين must wash their hands after working with the potential hazard material and before leaving the laboratory ونتأكد إن كمان إن العاملين الصحيين لابد من تطهير الأيدي قبل مغادرتهم من المعمل وأيضا عند أو بعد التعامل مع أي مخاطر مثل العينات أو الدم أو البادي فلويد. ثالث واحدة هنا اللي هي eating and drinking are prohibited يعني هنا ممنوع أو محظور على جميع الممارسين الصحيين تناول الأكل أو المشروب داخل المعمل في منطقة العمل ولكن لابد من تخصيص مناطق أو مناطق لحفظ الطعام ومناطق لتناول الطعام خارج منطقة العمل. رقم أربعة إن mouth pipet is prohibited اللي هي زي الماصة كانوا يستخدمونها دائما في يعني تستخدم بالماوث الآن ممنوع استخدامها بالماوث لابد إن في جهاز مخصص فيها device must be used.
آخر واحدة اللي هنا البوليسي والبروسيجر أو البوليسي فور هاندلينج شارب، لابد من تنفيذها تطبيقها، ويكون فيه بوليسي منصوص عليها ومطبقة داخل المعمل عن التعامل الصحيح مع الأدوات الحادة ووخز الإبر. نجي على الرقم 7، perform all procedure to minimize the creation of splashes and result. هنا لابد من تنفيذ جميع الإجراءات لتقليل من عملية الانسكاب، مثل منها هو إغلاق مثلا التيوب، إغلاقها قبل وضعها في الهولدر عشان يعني نتلافى موضوع الانسكابات. رقم 8 اللي تكلم عن ديكونتمينيت، فديكونتمينيت هنا عندنا نتكلم أول شيء عن الأسطح، فنقول ديكونتمينيت ورك سيرفيس افتر كومبليشن اوف ورك اند افتر اني سبيل اور سبلاش اوف بوتنشال انفكشوس ايجنت وذ ا بروبر ديسانفكتد. يعني ايش هنا عندنا؟ لابد من ان نعقم الأسطح، نطهر الأسطح بعد الانتهاء من العمل وبعد الانسكابات، ولابد من اختيار المطهر الصحيح والمعتمد من قبل المستشفى أو من قبل الوزارة. رقم 9، decontaminate all culture stock and other potential infectious material before disposal using the effective method. وهنا راح نتكلم عن effective method، الطريقة الفعالة الصحيحة اللي هي أن نعدمها. إيش يعني إعدام؟ يعني ندخلها في جهاز اسمه الأوتوكليف، وراح نتكلم فيها في نهاية المحاضرة. تعال نتكلم عن مثل الكلتشر والستوك اللي ما أعدمناها داخل المنشأة، فبنرسلها نعدمها خارج المنشأة. فلابد من أن الماتيريال to be decontaminated outside of the laboratory must be placed in leak proof container. لازم يكون في حاويات تمنع تسرب هذه المواد، ولا بد أنها تكون according to policy and regulation. آخر نقطة عندنا هنا، لابد من تطبيق الـ effective integrated past اللي هي الآفات control program must be implemented. يعني لابد من تنفيذ الإجراءات الصحيحة والبوليسي الصحيحة في مكافحة الآفات داخل المعمل. Now let's move to the special practice. Healthcare worker must be provided with immunization against those handling in laboratory. هنا نتأكد لازم من تحصيلات جميع الممارسين الصحيين الموجودين بالمختبر، ولكن في أشخاص معينين دائما اللي يتعاملون مع الأورجانيزم، مثلا يتعاملون مع الكشف مثلا التي بي ولا الهيباتيتس بي، هذولا نتأكد من أن تحصيلات عندهم كاملة و يعني أنول مونيتورينج لهم. طيب اثنين، رقم اثنين اللي هي لازم نتأكد أن الدليل السلامة البيولوجية اللي هو المانوال بايو سيفتي مانوال must be available and easy accessible، ونتأكد أنها سهل الوصول فيه وجميع الممارسين الصحيين يعرفون مكان المانوال. ثالث نقطة عندنا، يجب التأكد من الممارسين الصحيين على كفاءة عالية بالممارسات والتعامل الصحيح مع الميكروبات. رقم 4، potential infectious material must be stored properly. يجب تخزين المواد التي محتمل أن تكون فيها عوامل معدية بشكل صحيح، وهذه عندنا بالمختبرات استوكات مثلاً تحتوي على أورغانيزم. الأورغانيزم هذه لازم نخزنها مثلاً بريفجريتور معينة، فإحنا لازم نخصص هذه الكابينت والثلاجات مخصصة لها، ويعني ونحط لها بوستر معين عشان نعرف إن هنا فيه عوامل مسببة.
رقم خمسة، equipment should be decontaminated routinely and must be decontaminated before repair or removal from the laboratory. هذه يعني إن طبعا إذا في أجهزة عندنا يعني صار لها أي عطل، فقبل ما نرسلها إحنا خارج المعمل لابد من إن إحنا نطهرها قبل خروجها خارج المعمل. أيضا إن كل الـ equipment الموجودة داخل المعمل لازم يصير لها routinely decontaminate أو تطهير. رقم ستة، هنا التعرض. التعرض إلى الحوادث مثلا incident that may result exposure to infectious material must be evaluated and treated accordingly. يعني يجب تقييم الحوادث التي تؤدي إلى التعرض للمواد المعدية ومعالجتها. ونعالجها مثل إيش؟ إحنا نعرف مثلا إذا كانت عندنا تصرفات أو ممارسات خاطئة إن نقيمها، هل هي من الأخطار إن إحنا نتعامل أو نمارس هذه الطريقة أو نغير الطريقة إلى طريقة أخرى أقل حدوث للإصابات. رقم سبعة، هنا الـ animal plan. طبعا هنا نتألّو إن اللاب، أو آخر شيء عندنا هنا لابد إن أي إجراء نتعامل فيه generating aerosol أو generating aerosols must be conduct، خلاص لأنها تنفذ وتطبق في البيوسيفتي كابينت. طب عندنا البيوسيفتي كابينت راح نتكلم عنها كمان هي، ودائما نستخدم المشهورة عندنا بالمعامل اللي هي النمبر 2. safety equipment، نقصد فيها هنا safety equipment سواء كانت equipment اللي هي مثلا أجهزة معدات نقدر نستخدمها لسلامتنا، أو إن نقدر نقول إنها personal protective equipment اللي هي ملابس الوقاية الشخصية. نبدأ بالأجهزة اللي هي equipment مثلا جهاز نتكلم عن جهاز الحين البيو سيفتي كابينت، وزي ما قلنا لكم قبل شوية إن نستخدم دائما في المعامل البيو سيفتي كابينت كلاس نمبر 2. فمتى نستخدمها؟ لما يكون جنريت أريزول، خلاص إذا كنت أتعامل مع أي عين وفيها جنريت أريزول. أيضا إذا كنت بتعامل مع هاي كونسنتريشن ولا لارج فاليوم أوف إنفكشوس إيجنت لازم أستخدمها، هي تحميني أو تحمي يعني تحمي الشخص من أن نتعرض للهباء الجوي. رقم اثنين، ان الجاون اند كوت ماست بي يوزد. طيب متى اقدر استخدمها؟ مثلا اذا انا يعني عارفه ان في الاجراء اللي انا بتعامل معه ان في اي انسكابات فاستخدم الجاون والكوت. رقم ثلاثة اللي هي اي اند فيس بروتكشن جوجلز اور ايكويبمنت، هذه كمان نستخدمها لما في احتماليه حدوث انسكابات. رقم أربعة، نتكلم عن الجلافز ونقول إن دائما عند تعاملنا handling infectious material لابد من استخدام الجلافز. وآخر نقطة عندنا respiratory protection اللي هي N95 على حسب based on the risk assessment، يعني على حسب الإجراء التعامل هذا الأورجانيزم يحتاج، مثلا الإيبولا زي ما قلنا أنا يحتاج إلى N95. آخر شيء راح نتكلم عن laboratory facility، وهي نعتبرها second barrier، قريبة جدا من الكلام اللي تكلمنا عنه في الأول اللي هو الديزاين. فتكلمنا احنا عن الدور وانه لازم يكون safe closing وانه يكون locked. كمان تكلمنا عن لابد من وجود hand wash sink عشان تطهير الأيدي. نتكلم كمان هنا عن نوعية أو المادة اللي تختار لأسطح البنشات والأراضي في المعمل، لابد أنها تكون سهلة التنظيف هنا easy cleaning. أيضا الفرنتشر اللي هي الأثاث لابد أنها تكون support للtype of work conduct. آخر نقطة عندنا هنا اللي هي bio safety cabinet must be instead in manner that it will not affect with the operation. ونقصد فيها هنا أن لابد أن نضع البيو سيفتي كابينت في مكان بعيد عن التيار الهوائي. مثل إيش بعيد عن التيار الهوائي؟ مداخل ومخارج معمل الميكروبيولوجي.
المنطقة هذه، المخرج والمدخل هذا، لابد أن نثبت البيوسيفتي كابينت بعيدة عنها، لأن المخارج قد تكون فيها تيارات هوائية، وتيارات هوائية مصحوبة بأنواع من الأورجانيزم قد تؤثر على النتائج المخبرية عندنا. Now let's turn to equipment. The most equipment we use in a lab is the biosafety cabinet. Biosafety cabinet it is the standard device used to provide containment of hazards, biological agent and toxin when conduct microbiological activity. يعني هو جهاز يحتوي أو يحوي أو احتواء العوامل البيولوجية عند التعامل معها. مثلا إذا أنا عنده في إجراء عندنا ونتعامل مع العامل البيولوجي وكان عنده في هباء أو نسميها الـ generation aerosol، فهذا راح يحتوي الرذاذ والهباء ويحمي الممارس الصحي، لأن بالأجهزة هذه توجد فلاتر ولها ريسايكل معينة عشان تنقي الأجواء الداخلية للجهاز. راح نتعرف إن شاء الله عن الثلاث الأنواع ونعرف الاستخدامات. This picture shows us the one kind or one type of the cabinet, but what the relationship between the biosafety level with the biosafety cabinet? We will see in the next slide. There are three general type of biosafety cabinet, class 1, 2 and 3. All must be recertified annually. We talk about the class 1, it's similar to chemical, يعني just نحن نستخدمها للكيميكال فيوم. فهذا الكابينت لو نشوف النافذة حقتها تفتح كاملة إلى الأعلى ويستخدم فيها المواد الكيميائية. The second class of biosafety cabinet are designed to protect the worker. The air flow at the face of the worker open is at least 75 layer. هذا يعني أنها تدفق الهواء من داخل الكابينت إلى الخارج يواجهها نافذة. هذه النافذة فقط تفتح المدى معين اللي 75 layer لحماية الهيلث كير وركر. Both the supply air and the exhaust air are HEPA filtered، يعني أنها يعمل على التنقية الدائمة سواء للهواء supply air or the exhaust air. There are four type of class. Class اللي هو الكلاس رقم 2، عندنا أربع أنواع منه اللي هو A و B1 و B2 و B3. Class 3 are totally enclosed ventilator cabinet of gas tight construction that offer the highest degree of protection from infectious aerosol. عندنا هنا منطقة مغلقة بإحكام للغازات توفر أعلى درجات الحماية من infectious aerosol. التعامل هنا دائما في للايجنت اللي عاليه الخطوره، مثل اللي احنا درسناها اول المحاضره هذه، واحنا قلنا ان تقسمت بايو سيفتي ليفل الى اربع اقسام، فمثلا البايو سيفتي ليفل 3 وبايو سيفتي ليفل 4 اللي نتعامل مع التوبركلوسز ولا الايبولا نستخدمها هنا بهذه الكابينت عشان تعطينا حمايه فائقه. هنا كمان خلينا ننبه على ان التهوية الداخلية فيها under negative pressure وفيها قلفزات. القلفزة هذه هي نقدر نتعامل مع العينة بأريحية، يعني ما نخاف ان احنا نصاب بأي عدوى، لان ندخل الكابينت من المنطقة هذه اللي هي البوكس الجانبي، نقدر ندخلها من هنا وبعدين نتعامل مع القلفزات من المنطقة هذه، وبكذا تعطينا حماية كاملة. Now we come to the microbiology accident emergency. جبنا مثال اللي هو centrifuge spill cleaning، لأنه جهاز موجود دائما بالمختبرات ويتعاملون فيه يوميا ولها حوادث، وعلى أساسها راح نعرف كيف نتعامل مع الأكسيدنت اللي تحدث في السنترفيوج. واحد، لازم shut off the instrument، لازم نغلقه.
نغلق الجهاز يعني من الكابل الأساسي. Do not open the centrifuge for at least 1 hour. خلاص الغطاء هذا ما نفتحه تقريبا لمدة ساعة. Additional to the gloves, يعني مع الجلوفز راح نستخدم الجلوفز. الشخص responsible for clean up لازم يستخدم الجلوفز والماسك والجاون. بعدها remove glass by forceps, نستخدمها عبر من خلال الملقط. وبعدها راح نبدأ نستخدم الabsorbent material, ودائما نستخدمها ان نضعها على المنطقة المراد امتصاصها لمدة دقيقتين او as per the manufacturer recommendation contact time. بعدها pick up the absorbent material و carefully cleaning. ولازم لما نحاول نحتوي جميع الabsorbent material لازم نوضعها في اليلو باك أو نتخلص من اليلو باك. آخر خطوتين اللي هي أن remove للبي بي إي, وآخر شيء راح نسوي hand wash للهاند. هذا بالمختصر للcentrifuge spills clean. Use a safety precaution to reduce the risk associated with the centrifuge. لتقليل أو الاحتياطات السلامة المتعلقة بالمخاطر التي تحدث في الcentrifuge, لابد أن نتبع بعض الخطوات لتقليل هذه المخاطر. أول واحدة use a sealed tube, يعني نستخدم الأنابيب المغلقة. Filling open centrifuge tube, router and accessories in biosafety cabinet, يعني هذا الجهاز راح ندخله داخل biosafety cabinet وبعدين نبدأ نملي فيها التيوبات الصغيرة اللي ندخلها داخل هذه الجهاز. بعدين في خطوة ضرورية جدا اللي هي always the balance tube. السنترفيوج ما يعمل إلا إذا كانت في مثلا إذا عندي عينتين أحطها مقابلة لبعضها البعض, أو إذا عندي أربعة لازم أحطها مقابلة لبعضها البعض. مرات إحنا نملأ أحد التيوبات بماء عشان فقط إننا نعمل بالانس للراوتر كامل. الحين نتكلم عن spill according with the biosafety cabinet. إذا حدث عندي أي انسكابات داخل biosafety cabinet, نفس الطريقة اللي نتبع فيها spill kits أو نفس الطريقة اللي قبل شوي شرحتها في centrifuge. We have some standards about the transporting biohazard material. Transporting hazard material must be done based on the local and national regulation. يجب أن يتم نقل المواد بناء على اللوائح المحلية والوطنية. The person who performed the transporter of hazard material must be لازم يكون عنده خبرة واسعة, أو نعلمه كيف يتعامل مع البيوهازارد, وكمان إن إحنا نراقبه خلال عمله. The person must be immunized, يعني نتأكد إن الأشخاص العاملين في نقل النفايات أو نقل العينات الدم والبلاد والكالتشر هذه كلها انهم محصنين وانهم يستخدمون بروتكتيف with the proper PPE during the transport of hazard material. Bags of packaging must be able to withstand the rough handling and passage. يعني هنا يجب أن يكون أكياس النفايات والتغليف هذه على قدر عالي من التحمل, لأنها تنتقل من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص آخر, تكون قوية وقاسية عشان ما تكون فيها تمزقات. Clean labeling of biohazard waste is attached to all packages. يعني لابد أن يكون في علامة الخطر اللي حقت الويست تكون موجودة في كل الأكياس هذه أو الباك عشان تدل على أنها خطرة تعامل معها. هذه أمثلة عن الـ infectious waste management اللي هي culture والbody fluid والstocks. The last topic I will explain it is about infectious waste management. الـ waste اللي
دائما نتخلص منها في المختبرات، مثل الكالتشر الستوك، تيشو، أورغان، بادي بارت أو بادي فلويد، راح نتخلص منها depending on the type of waste. يعني مثلا إذا كان fluid must be poured into the facility within 24 hour. إذا كانت culture plate should be autoclaved before disposal، اللي هي جهاز يعمل على إبادة جميع الأورغانيزم الموجودة في الكالتشر. آخر واحدة للشارب must be disposed in a puncture-proof container. These pictures show different autoclave device، واللي نستخدمها دائما في عدم البكتيريا والفطريات الموجودة على أطباق الكالتشر. طيب يوضح لنا الجدول الأخير هنا اللي هي لائحة الـ highly infectious microorganism that their cultures must be autoclaved in the laboratory department. طبعا هذه اللائحة لهذه الأنواع من سواء الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات أو التيشو، هذه كلها جميعها هذه اللائحة تحتوي على بعض من الأورغانيزم اللي هي عالية الخطورة ولابد من التخلص منها بإبادتها باستخدام الأوتوكليف. طيب أغلب المستشفيات الآن الوضع الحالي أن يتعاملون مع شركات، والشركات هذه هي اللي تتعامل مع الأورغانيزم وبعدها تتخلص من هذه الأنواع من الأورغانيزم. يعني إن مو جميع الأورغانيزم اللي لازم إن إحنا نتعامل معها بالأوتوكليف. Well, I think I have covered everything and I hope you understand my presentation. Thank you.